القبعة حاجة إنسانية وتعبير عن المكانة الاجتماعية. ولدت القبعة من حاجة الإنسان إلى الحماية من عوامل الطقس، لتدفئة رأسه من البرد الشديد أو تجنب أشعة الشمس. ولكنها خضعت في تصميمها وصناعتها خلال تاريخها الطويل لاعتبارات كثيرة، مثل وظيفتها العملية والمواد المتوفرة لصناعتها في هذه البيئة أو تلك، وقوتها التعبيرية عن وظيفة صاحبها ومكانته الاجتماعية وانتمائه، حتى بتنا نجدها في كل بلد وعند كل شعب رمزاً ثقافياً وإعلاناً عن الهوية. عند العرب تسمى القبعة قلنسوة وطاقية وغفارة وكلوتة. القلنسوة أو الكمة تعني المدورة التي تغطي الرأس. الطاقية قدمت من بلاد فارس وتلبس تحت العمامة. الغفارة، أطلق الأندلسيون كلمة غفارة على الطاقية التي تلبس بدون عمامة، ويسمونها في المغرب العربي شاشدة. الكلوتة أو الكلفة ارتبطت بالأمراء وازدهرت في العهد الأيوبي كقبعة مرتبطة بالسلطة. وتبقى العمامة أشهر أغطية الرأس عند العرب، ولمكانتها وأهميتها قيل تيجان العرب العمائم. ومع تعدد أنواع القبعات التراثية، يبقى الشماغ العربي غطاء الرأس الأقوى حضوراً حالياً. أما القبعات التي تمثل عند شعوب العالم ما يمثله الشماغ العربي على مستوى الهوية فهي كثيرة. نذكر منها قبعة الهنود الحمر، قبعة رعاة البقر الكاوبوي، القبعة المكسيكية سومبريرو، القبعة الروسية أوشينكا، القبعة القوقازية باباخا، القبعة الصينية الكيان، القبعة الأسترالية أوكوبرا، القبعة الفلبينية سالاكوت، القبعة الفرنسية بيري. وأنتم ماذا تفضلون من أنواع القبعات؟